كريم الرئيس ومدينة فاس ودرب المخفية شيء واحد. 1925 حين كان عمر الحاج 13 سنة اكتشف فيها صدى الأندلس من زاوية مولي إدريس التي كان من مريديها كباقي أطفال الحومة، تخلى عن التجارة مع الوالد ليندمج ضمن مجموعة البريهي ويحترف آلة العود ثم آلة الرباب بعد رحيل البريهي رحمه الله الذي كان يلقبه بالمعلم. أنا سأفعل المعلم ما سنمشي مع أحد، مشي نسخيله، مشي نعبي الخبز الفرغان، مشي نعبي الحمام، مشي نتقداله، وأنا ما نشي في هذا العالم. هنا يحكي الحاج الرئيس حكاية أول دخول لعالم الموسيقى الأندلسية، كانت لحظة الخلود مع هذه النغمة. دينا المايا شنو نعمل وعم ذاك في درس هاليا أنا 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 وجدو أفيدو أنا 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 شوف المعلم ديالنا بقيت جا عندي في الإذاعة، كنت إساسا ندوز في الإذاعة مفاس باش نعمل بأساسي كذا كذا شيء عملوا غير بأساسي أحد فرد الجوة بين ذاك العمل صار زودنا ذاك العمل عملنا شغل به بأساسي حسب كما قلت هذا ما كان. وهكذا سيشد عود الحاج عبد الرئيس 1944 سيضاهي رواد تلك الفترة من أمثال المرحوم الشعيبي والمطيري وآخرين. الحاج عبد الكريم الرئيس ومصدر إلهامه على الدوام يستلهم منه الموسيقى والشعر والجمال. ميلاد أول معهد للموسيقى الأندلسية الذي كان وما يزال مديرا له، وهو حاليا خاضع للترميم تحت إشراف وزارة الثقافة واليونيسكو، يسمى دار عديل. وما زال الحاج عبد الكريم الرئيس على استعداد للعودة إلى هذه الدار، هذا المعهد في المستقبل القريب. وإذا كان الحاج الرئيس قد تنبه ومنذ البداية إلى ضرورة المحافظة على أصالة التراث الموسيقي الأندلسي، فإن الفضل يعود إليه في توفير أحسن الشروط لضمان استمراريتها. فتيات ماشي ديالها لأن اللي ديالها كانوا غير تيتمدوا وهادو كانوا تيغنيو لهم معه. وبفضله زاد عدد أعضاء الفرقة من أقل من 10 أفراد إلى ما يزيد دون المساس بجودة التنفيذ. زاد عن آلة الرق آلة إيقاعية أخرى ذات نفس الأهمية وهي الدربوكة. منذ كان والحاج عبد الكريم الرئيس لا يغلظه حس تملك هذه الموسيقى، فلم يغب عن همه تشبيهها وتلقينها بالمجان في كل المناسبات وبلا مناسبات. أليس هذا الكتاب كتاب من وحي الرباب أعظم تكريم له ولشعب ينتمي إليه؟ هذاك الكتاب ما عندناش في الأندلس الكتاب ديالها ما كاينش، كنا ما كاينش. كاين بخت اللي تفهم زاد عاد نصيبو إلا طلبت ليه شي واحد يعبي لك. واحد النهار أنا جالس واحد السيد من كلاس جا عندي قديش كان طبع ديال الكتاب، قلت له سيدي الناس مثلا شي تيبغي يطبع وشي تيبغي يعبي فلوس وشي تيبغي سميتو شي زعما. قال لي طبع الكتاب، قلت له ما عنديش فلوس.
اللي سيد قلتلك سيد طوانك سيد وهو سيد حليمة ده سيد الأندلسي وهي كانت أيام مولاي الحسن الأول. مولاي الحسن الأول كان فيه في حفلة ولا في حاجة وعيطوا على الأهلين غيتي ناس تصنفني هذا مثل تصنفوا شيء عيطوا على الأهلين جاوا الأهلين واجه شي واحد شايب كبير وهذا شايب كبير وهذا شي عيط هذيك عيط الوزير جامعي هذيك الساعة الوزير الجامعي شنو هذا شنو هذا فين هاد الناس؟ الله سيدي هاد الشيء اللي كاين هو هذا هاد الشيء مشى غادي يموت غدا باش حلوا مدرسة الأندلسي مدرسة الأندلسي خاصة وحفظوا الناس في بقاعدة ديال المشايع حفظة ديال الزمعة وحفظة ديال الجوقة وحفظة ديال الجمعية خصها شي تحفظ بالقاعدة ديال هكا سيدنا البريهي مبدئيا يمثل اتجاها معينا في الموسيقى الاندلسيه وفي المدرسه الفاسيه لان الموسيقى الاندلسيه في فاس من الممكن ان نذهب الى الاعتقاد بانها كانت مجزاه الى ثلاث مدارس واضحه السياق واضحه الطابع مدرسه الفقه الجعيدي ومدرسه الفقه المطيري ومدرسه الفقه البريهي لكن مدرسة الفقه البريهي كانت أكثر شعبية من المدرستين معا ومن مدرسة البريهي تخرج جيل من العازفين الذين ورثوا عن الفقه البريهي الخط الموسيقي والطابع الموسيقي سيقول قائل ما هو هذا الطابع وما هو هذا الخط الطابع متمثل في جملة من الاعتبارات بعضها مدون في مقدمة كتاب الحيك ويتعلق بأسلوب الغناء ويتعلق بتقاليد العزف وبعضها يتعلق بخصوصيات المدرسة الفاسية في الموسيقى المدرسة البريهية خاصة والقائمة على بعض الخصوصيات الخصوصية الأولى هي إعطاء الحرية للعازف والمغني في ذات الوقت هذه الحرية التي تسمح للعازف بأن يبدع متى أراد وأن ينتهي في إبداعه إلى حدود يرسمها اللحن لكن مع سياق معين هو السياق الذي يمكن أن نجد له نظيرا مثلا في الموسيقى الأخرى والذي يسمى بالأرموني أو اللحن المصاحب
لذلك كنا نسمع عن دريس سميس مثلا او عن الغالي الشرايبي او نسمع عن عثمان التازي او نسمع بعد ذلك عن الحاج محمد بوزوبع او نسمع عن ابن حيون او نسمع عن يعني هؤلاء الذين كانوا يبدعون داخل اللحن الاصلي بحكم ان ما قامت عليه مدرسه البريهي هو اعطاء الحريه وقد كانت هذه الحريه مرفوضه عند البعض لانه يعتقدون انه ينبغي ان تكون الموسيقى مقننه ومقيده وحتى جرى في باب التمليح انه في مباراه ديال 1958 اختلفت الاراء حول تقديم جوق من الاجواق وجرى بين الناس قول الموسيقى ديال الفاس افضل الموسيقى ديال الكيدي افضل الموسيقى ديال التمتمه افضل فقال لهم نحن قال بعضهم احنا الله يخليك حبينا الموسيقى اللي ما تهضرش بحال الكفته اللي ديال الريجيم جا شي واحد قال له لا سيدي حنا الكفته اللي ما فيهاش الشحمه ما فيها اللذه بمعنى ان الجوق ديال ان الجوق ديال الحاج هي طيبه للجميع ان الجوق ديال الحاج فيه هاد اللذه وحقيقه فاس يقولوا الطبع نعم. هذا الجانب الاول الجانب الثاني يتعلق بحريه المنشدين وبطبيعه الحال فان جوق المرحوم بريهي برئاسه الحاج عبد الكمريص ربى جيلا من المنشدين ابتدا على احياء الجيل الخصاصي او بالحاج محمد الخصاصي الذي لا ينبغي ان يصنف على اي حال في اطار الاتجاه النمط الصوتي لانه كان متغير عن جميع الانماط الموسيقيه التي كانت سائده قبله كان حاله خاصه ربى جيل من الموسيقيين من المنشدين الذين كانوا يملكون امكانات وقدرات فنيه وسمح لهم بان يطوروا هذه القدرات هذه الامكانيات لتستجيب اولا لمنطلقات الموسيقى الاندلسيه ولرغبات الجمهور واعطى الحريه لهؤلاء حتى استطاعوا ان يعني بمجهودهم وبمساعدته ان يظهروا على الساحه كمنشدين لهم اتجاه معين ولهم راي خاص في الانشاد وفي الموال وما ادخلوا عليهم من تحسينات على اي حال لقيت صدى استحسان من الجمهور والجمهور اساسا هو الحاكم هذا العامل الثاني العامل الثالث هو ان جوق الحاج عبد الكريم الرئيس او جوق البريهي هو يكاد يكون الجوق الوحيد الذي تستطيع ان تفاجئه بطلب الميزان فيؤديه لك بكامله دون ان يتلكأ او دون ان يكون قد مارس مثلا تدريبا معينا عليه او شيء بمعنى انه جوق حفظه يستظهرون الاشياء كما هي وهذا من مميزات جوق الحاج عبد الكريم يعني متى طلبت منه شيئا الا واداه لك بكل ما تطلبه فيه حبينا الصناعه الفنيه يعطيك الصناعه الفنيه وهذا شيء في الواقع قد لا يتوفر لكل الاجواق لان استمراريه الصنعه تقتضي استمراريه التدريب والتمرين وهذا ما لم تستطع كثير من الاجواق ان تحققه الا في اطار انضباط كبير ويستحيل في كثير من الاحيان على هذه الاجواق ان تاتي به قبل ما نتكلموا على هذه النقطة نعم تفضل نقول باختصار لكن غبط الإخوان اللي سبقوني بالكلمة على الأستاذ ولا السيد المندوب ولا الإخوان لأنهم تكلموا في بعض النقاط اللي هي كانت في المتناول ديالهم ويعني وهضم منها مزيان تبقى لي أنا باش نتكلم في على شخصية واحد الإنسان واحد الإنسان اللي هو كيف عبرتي عليه في الأول الرجل الرمز الرجل الرمز طيب انا غادي كلمتي غتكون بايجاز ومن حصره في ثلاثه نقاط في الرجل الرمز وفي كلمه الحريه اللي جات في تدخل الاستاذ وكلمه المحاباه اللي جات في القصيده ديال السي السوسي فان لا قلت شي حاجه في الحاج عبد الكريم الرئيس يعني واخا غادي تدخلني العباره وكثير ما تدخلني في بعض هذه مثل هذه اللقاءات معروف انا ما غنكونش ما غنحابش وغنقول الواقع لانه الرجل الرمز او الاستاذ الرمز باش يتكلم عليه انسان في هذه العجاله لا يمكن ولكن ما تيمنعش انه باش نقول على ان الاستاذ عبد الكريم الرئيس يشرفني ان اكون احد التلاميذ ديالو بطبيعه الحال تلميذ ما تنعرفش واش يعطيني هو النجابه او كذا المهم تلميذ انا بغيت نقول اش تعلمت من الحاج عبد الكريم الرئيس موازاه مع الفن تعلمت النخوة
وتعلمت الرزانة، وتعلمت المعاملة، وتعلمت الفن بمعناه الواسع، وتعلمت معاملة الفنان مع جمهوره، مع محبيه، ومعاملة الفنان مع تاني ما تيحبوش. فبطبيعة الحال هذه نقاط واسعة الكلام عليها تطلب واحد المهم. أنا وبالإشارة تفهم، وأنا تنحاول نعبر على كلامي بإيجاز. تنجيو الكلمة محاباة هي حيدنا، تنجيو الكلمة الحرية، وهذا هو اللي غادي يربطنا بسؤالك. يعني تنبغي نقولها باختصار دائما على أنه لولا الحاج عبد الكريم الرئيس ما بلغ المغني، أنا كنسمي ذاك النجم ديال أي حفلة من الحفلات، ما يبلغش مبلغ اليوم، بمعنى أنه كان تعطي هذه الحرية. أنا لأول مرة كان ملي كنجيو ندوا الميزان وتعطيك كامل الحرية في الوقت اللي كنا حنا ما كنلقاوهاش في ملتقيات أخرى، تنأكد عليها، لأنه كان ملي تبغي تعمل مثلا تيقول لك اعمل في حاجة فلانية واحد جوج أبيات وكذا هكا، وتيقيدك في الوقت اللي لقينا واحد النوع ما تماما، ويعطيك الشعر ويعطيك كذا. في الوقت اللي الحاج عبد الكريم الرئيس الله يطول عمره، هو بدون محاباة، ما كاينش محاباة، الحاج عبد الكريم الرئيس أول ما بدينا معاه بدينا بواحد النوع من الحرية، فما وصلنا إليه، ما وصل إليه المنشد أو المغني للطرب الأندلسي الآن، فالفضل الأول والأخير يعود للحاج عبد الكريم الرئيس. بدون محاباة. جزا الله عنا خير والله يطولنا في عمره الحقيقة. هي هذه أنا قلت لك ما شكرا عجزة. شكرا الحاج محمد بجدوب. سنستمع إلى الحاج محمد. Lay, 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 lay.
ليلي لي وضاحك من بكائي وضاحك من بكائي حين أبصرني لو كان جرب ما جربت أبكاه العشق أوله خير من آخره
لما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا. ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا. ولما برزنا لتوديعهم بكوا ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا بكوا لؤلؤا وبكينا بكينا عقيقا. ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا كؤوس الفراق. وهيهات من سكرها لن نفيقا. تولوا فأتبعتهم أدمعي فصاحوا الحريق الحريق. قالوا الحريق قلت الغريق.
يرحم خفقاني يا من ملكتم مهجتي بها
في الحاجه دي ذكرى بمناسبه التكريم ديالكم. شكرا استاذ. وصاحبها هو النحات الصحبي. نود أن نشكر كل من ساهم معنا في ولو جزء صغير كان سببا في إنجاح هذه السهرة أو في إعطائها مظهرها اللائق بها. نشكر خطوط CTM، نشكر إقامة الموحدين، نشكر منزه الضيافة، نشكر أسرة الحاج عبد الكريم الرئيس، ونشكر أحد أبنائه السي محمد بريول، وإلى اللقاء في تكريم آخر بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.